ازاي يا شباب؟ معاكم حلقة جديدة من فيديو جيم. النهاردة نلعب لعبة ماين كرافت، وديت في سلسلة ماين كرافت اكيد السلسلة الجديدة اللي لسه عاملينها امبارح. دي تاني حلقة من فيديو كرافت. يعني ايه؟ هنبني البيت النهاردة. بس بصوا، انا مش هبني البيت الاساسي بتاعنا على طول. بناء البيت الاساسي بتاعنا هيبقى ممكن هنبتدي من الحلقه الجايه. هنبتدي من الحلقه الجايه نعمل بقى اساس البيت وكده، عشان البيت هيبقى كبير دورين. ماشي، انا عندي فكره في دماغي عايزه انفذها، وبرضه ابعتوا لي صور لو انتوا عندكم افكار يعني. و طبعا دوت بيتنا اللي خدناه من القريه. ماشي، ما حدش يقول ان ده بيتي، لا ده بيتنا اللي خدناه من القريه. وماشي يلا بينا نروح نلم حاجاتنا عشان نمشي بالبيت. ها طبعا هو ده بيتنا المتواضع وخبزنا المتواضع. احنا برضو محتاجين نجمع لنا اكل عشان، وده الدايموند الدايموند بتاعنا المتواضع، دايموندنا المتواضع. حط دولت هنا كده، حط الاكل هنا كده. حط كده هنا، وديت سيت عشان ديت هنعمل بيها المزرعه بقى، ودوا شويه خشب عشان نعمل بيهم البيت الصغير مؤقت. وننام الاول علشان الزومبيات ما يتحبوناش بقى. انا عامل السلسله نورمال للي ما يعرفش نورمال ولا ايسي، مش فاكر عاملها نورمال ولا ايسي. ادخل اشوف نورمال. اوكي اشوف حد من اصحابي يعني. حد فاتح. ماشي، كسبنا كل حاجة. ناخد لنا ده. طبعا اهم حاجة ناخد لها الفرن ده عشان بيشوي الموارد سريع. وناخد لنا الصندوق ده. وكده دي كل حاجاتنا. هنمشي بقى من القرية دي. احنا خدنا كل حاجة عايزينها من القرية، بس انا عايز برضو ارجع لها تاني عشان اللافا اخدها علشان ابني يعني. هي فين القرية؟ لحظة كده، انا فتحتش الخريطة خالص، هفتحها دلوقتي دي لأول مرة. هنا ماشي كده جنب النهر، حفظت مكانها خلاص. ماشي يلا. احنا كده كده مش هنبعد عنها قوي، احنا عايزين برضو، بس انا مش هروح في حته فيها خشب كتير ولا حاجات كتيره عشان يعني ما تتعبناش. صدقوا بيتي يعني هو دوت ايه ده كده. اطلع يا عم يمشي. انا هحتاج خشب كتير، فجمع استك خشب وارجع لكم. هو جمعت لي هو استاك خشب عشان اجيب لي يعني ابني البيت الصغير بتاعنا. وشكلي كده لقيت المنطقة اللي هيبني فيها بيتنا، شكلي كده لقيت المنطقة اللي هيبني فيها بيت. انا اول حاجة عايز بيتنا يبقى على بحر كبير او على بحيرة عادي. البحيرة ديت وكمان جنب القرية، لو قلنا حاجة من القرية هي بس كده، هنروح كده بس كده طوالي ومش هنعمل اي حاجة تاني. والله تحفة، هي دي المنطقة اللي هيبني فيها بيتنا، بس فيها حاجات كتيرة مش هعرف اسدها. لا 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 لا، هنمشي كمان شوية. صعب انك تلاقي حته في ماينكرافت تبني فيها بيتك، صعب جدا. مفيش اي منطقه ابني فيها بيتي. مفيش
منطقة ابني فيها بيتي مفيش. لحظة كده انا اتأكد من الخريطة. انا خليني ماسك الخريطة هنا كده في ايدي. اي حتة ابني فيها بيتي؟ بقول لكم لا، الخريطة هتبقى هنا كده. قلت الشيد هنا، الشيد عملت كده، ماشي هحط كده، ماشي هنا. اروح من هنا. طيب الاقي منطقة وارجع. ايه رأيكم لو على الجبل ده؟ بيتنا يبقى على الجبل كده وحاجة حلوة، تصدقوا؟ تعالوا كده نروح على الجبل نشوف المنطقة عاملة ايه. انا هظبطها وكل حاجة بس خلف الكواليس طبعا، او اقطع الفيديو واظبطها. لندر دندر بندر ابو كنتر كنتر سنت اهو. عايز اطلع. ايه يا جبل مش عايز تطلعني؟ مفيش طلعه. مكسر بالشيل، انا ذكي قوي بكسر بالشيل ده. مش بحب انا اكسر بالسيف ولا باي حاجه تتكسر، عشان هتتكسر. احنا ليه ما عملتش جاروف؟ لماذا لم اعمل جاروف؟ انا عندي ايرون، اعمل جاروف ايرون. لا ما عنديش ايرون، هو جاروف خشب. لا هعمله من ستون. ولعلنا اعمل سلسلة اسمها ايه دي؟ سلسلة سكاي بلوك. يقول ولي ما كلش. ما تاكل يا ابني، كل تاني. ما كلش ما تاكل. وده اللي لكن هيخلص لي الاكل ولسه ما كلش. طيب يلا اطلع اطلع. فهي دي المنطقة. انا ممكن لو، بس البيت بتاعنا هيبقى كبير خالص مش هينفع. لا ممكن ممكن تصدقوا، انا هشوف اقل حتة في الجبل ده. ماشي، اول حاجة انا هعمل هنا سلم، بس في المستقبل بقى ان شاء الله. بصوا هعمل كده واشيل كل ده خلف الكواليس. يعني هي دي منطقة بيتنا خلاص لقيناها. واشيل كل ده كده من الاول هنا كده، واشيل اشيل 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 اشيل، ونبتدي شغل على البيت. بس بقول لكم لا، انا هشيله دلوقتي طبعا. اول حاجة هعمل لي كتير من الجاروف، عشان احتاج جاروف كتير قوي. احتاج 9، هعمل 9 جاروف. انا اقدر اعمل جاروف دايموند، بس لا مش عايز اعمل الدايموند في حاجة دلوقتي. ولو كان اداني واحدة كمان دايموندية كان هيبقى حاجة تحفة، عشان انا محتاج بس كمان دايموندية عشان اقدر اعمل النظر. ماشي اشيلهم وارجع لكم. ده انا جاتلي فكرة رهيبة. ايه رأيكم نطلع هنا كده واكبر المنطقة دي، ونخلي بيتنا هو اللي فوق كده فوق، والحتة دي بقى اللي تحت اكبرها اكتر فاكتر فاكتر، ونعمل فيها بقى مزارع وحاجات. ايه رأيكم؟ بصوا دي بداية للمنطقة. لسه بقى اشيل الخشب ده كله واللي ورا دوت، ويعني هعمل شغل عالي. دي بصوا تخيلوا المنطقة بقى لما تفضل، واللي بيت محطوط هنا بقى، بس انتوا مش شايفين البيت لسه. هوريهولكم. بقالي ساعات بشتغل حتى الليل جه. يا لهوي
انا خلصت الديرت ووصلته لحد هنا كده، وهبتدي بقى في الخشب وهشيل الديرت اللي طالع دوت كده. ويعني واخيرا خلصت، بس لسه برضو هحفر اكتر واكتر 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 واكتر. بس طبعا احنا لسه في البداية، يعني لسه مش هحفر كتير، المنطقة مش هتبقى كتير اوي، يعني لسه البداية بقى وكده. فايه انا هكبر المنطقة دي برضو عشان نبني البيت، بس بناء البيت بقى هنأجله وهنخليه المرة الجاية، الحلقة الجاية هنبني بيتنا المؤقت وهشوف هنعمل ايه تاني. ممكن ندور لنا على مصدر اكل عشان لما ده يخلص مثلا نعمل لها مزرعة ولا حاجة مؤقتة، مزرعة ولا حاجة مؤقتة. ماشي طيب يلا. طيب انا عايز اعمل دي، وانا ازاي نسيت الشجرة اللي قدامي دي، وانا سبت الشجرة اللي هناك عشان لسه ما في البداية يا جدعان البداية. ماشي اهو انا جمعت الخشب بس مش كتير قوي، يعني عشان الخشب ما كانش كتير. يلا فين الخشب دي كمان، يلا عادي يلا. وكده كده كنت نازل عشان اعمل السلم، هعمل السلم من هنا لغاية تحت كده. ماشي الاول اعمله لحظه، لا اكمل كده. وليه شلتي انتي اهو؟ يلا طيب بقى كده هتنزل كده السلم، واحد اتنين، وهتطوره اكيد في المستقبل. اكيد مش هيفضل كده في المستقبل، هيتطور. ادي النيلة نط الدمج الدمج، ليه بنتدمج بس هو مش فيه مية؟ احنا ليه ما نطنش فيها؟ انا ذكي اوي يا جدع، ما شاء الله على ذكائي، ما شاء الله على ذكائي. ايه لهو ده السلم طويل اوي، ايه ده؟ معانا ديرت كتير، مش معانا اكتر من الديرت، انا المنطقة جبنا منها ديرت بالهبل. احلى حاجة ان في بركة مية قدامنا، هنعمل مية اللي نهائية في بتاعنا برضو. ايه ده انا ليه انا احمر لي الدرجة دي؟ ليه حطيت وانا في المية كنت مش هتدم؟ نط في المية، ما تعملش نفس الحركة الهبية اللي انت عملتها دي. هنا هي يلا نط. انتوا شايفين الفيديو 13 دقيقة، انا ساعتين تلاتة، انتم بس عشان بقطعوا، لو ما كنتش قطعتوا كنت دلوقت هيبقى اطول فيديو في عالم اليوتيوب. عالم اليوتيوب، هو اليوتيوب عالم؟ اول مرة اعرف. طيب جيب الدرت. ايه ده الدرت اخر استاك معانا ازاي؟ اه صح انا عملت بالدرت حاجات كتير. هنا يلا حط هنا كده وكسر دي، يلا حط هنا وحط هنا وحط هنا وحط هنا وحط هنا كده بقى نطلع كده على السلم كده. امسك سيفك، نطلع كده 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 بقى السلم. وبس انا عايز اعمل حاجات عشان ما اتوقع معاك من السلم اهو.
السلم اهو، وهعمل حاجات ديت خلف الكواليس ولا دلوقتي؟ يلا هعمل السلم كأنه نفق، بس مش هتقفله من فوق، نفق مش مقفول من فوق. وننزل بقى واحنا بنعمل كده، يلا نعمل كده، يلا مش مهم، اصلا الفيديو مش هيطول خالص عشان انا قطعته عليكم. يلا يلا حط حط دلوقتي بقى زومبي غلس يجي يموت. انا لسه ما قلتش الزومبي الغلس جه عشان يموت، بس يموت مين؟ يموت مين؟ انا الاسطوره، الاسطوره بدل مين؟ هو السرير فين؟ هيجيلك يا ابني، هيجيلك هيجيلك نا. الله يخرب بيتك يا زوج، الله يخرب بيتك. يلا مش عايز ينام عشان الزومبي ده. اوكي هجلي دول دلوقتي، يلا نام. يلا الله يا عصفورة، يلا طفي النور، يلا نمنا 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 اهو. يلا وكسر دي، وكسر دي، ماشي. يلا واحط لك واحدة هنا كده، واحدة هنا كده، واحدة هنا كده، وواحدة هنا كده. حط لك واحدة هنا، واحدة هنا، واحدة هنا، واحدة هنا. لحظة كده انا اشوف لو جيت انزل كده، لا انا عايز احط واحدة هنا كمان وواحدة هنا كمان برضه نفس الكلام. عايز نازل، عايز احط واحدة هنا كمان، عايز احط واحدة هنا كمان، عايز احط واحدة هنا. لا انا مش لا انا مش نحط واحدة، واحدة هنا، صدقوا انا عايزة ابقى. يلا واحدة كده، واحدة كده، وواحدة كده، وهنا نفس الكلام، واحدة كده، واحدة كده، وواحدة كده. هنا نفس الكلام، واحدة كده، واحدة كده، واحدة كده، واحدة كده، واحدة كده، واحدة كده. انا عايز يلا يلا ماشي. يلا حطي واحدة هنا كده، ويحط
تيجي واحده هنا كده، والباقي بقى اكمله خلف الكوالي. والله ما فضلش كتير، بس انا خلص الديرت مني. انا معايا شافل كتير اقدر اجمع لي الديرت فيها. ايه من هنا كده من بس. اوكي مش مهم، يلا 12 حاجه. يلا هنا كده، مش هنا ما فضلش كتير قوي، يعني ممكن اخد كده شويه من طيب هو فين السلم؟ ما تعرفش يتفرقوا بين الجبل وهو. عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اعمل كده وايه كمان نفس الطريقه. ومن هنا ايه واحدة هنا كده، وايه تعملي بقى؟ تحطي لك واحدة كده وواحدة كده وخلص سلمنا الجميل. وبس كده كده النهارده لو عايزين حلقة كمان عليها وكده النهارده لو عايزين حلقة كمان ما تنسوناش باللايك شير سبسكرايب. ومع السلامة.